البطارية ما أقوى شوية، لأن الدنيا شتاء وتكون تخدم مرتاحة خير. البطارية اللي كانت فيها هذه 480 أمبير، 12 فولت، 50 أهاش الآن، وهذه يعني 500 أمبير، يعني فرق بين 20 أمبير تقريبا بيناتهم، و60 أهاش هذه، و12 فولت كيف كيف. وهذه ال دو سموها، هذه ال دو، هذه سموها الآن، هذه ال واحد، وهذه سموها ال دو ال اثنين. هذه اقوى شوي في الشتاء تكون احسن، وهذه بريميوم يعني ما عندها صيانه كيف كيف زي هذه، حتى هذه ما عندها صيانه، هذه كانت نتاع بيجو ولا حاجه مركبين هذا، وهذه تونسيه نور، يعني هاتين فيها صيانه اكبر شويه وافضل بالنسبه للموتورات يعني بالخاص في الشتاء، وتدوم اكثر مع المحرك البنزينه، وتمشي حتى ديزل، هذه تمشي ديزل وتمشي بنزينه.